التواصل يستمر والأشواط تتوالى في أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة الحاضرة هنا في المرموم. بهذا الانطلاق الجميل والرائع انطلق الشوط الحادي عشر في أشواط مساء هذا اليوم، الشوط الحادي عشر الخاص. مشاهدينا متابعينا الكرام، يحمل هذا الشوط انطلاقات جميلة ورائعة في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل. انطلق الشوط وانطلقت الامال مع المشاركين المنطلقين في هذه الأمسية. انطلق الشوط واندفع الكل مع هذه التحديات الشوط الحادي عشر في أشواط مساء هذا اليوم، ليحمل لنا في طياته هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة والجميلة والرائعة. شاشة دبي ريسنج في مؤسسة دبي للإعلام حتى نلحق بمسار الشوط، تتقدم على المركز الأول تتقدم بالمقدمة في هذه اللحظات. هاملول من هجن الرياسة، علي بن يمي اللوهيبي يقودها في عملية التضمير في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني، ثاني المراكز هجن العاصفة، تقدم الشاهينية من الجانب الآخر وغياث الهلالي في عملية التضمير. المركز الثالث، هذه دومة تأتي في المركز الثالث، تتقدم من هجن سيح السلم، يضمرها سعيد بن عبيد بن مروشد على المركز الثالث. المركز الرابع، تتقدم هجن العاصفة بالشاهينية في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق والجميل. غياث الهلالي يتولى عملية التضمير. المركز الخامس، الشاهينية من هجن العاصفة، يضمرها غياث الهلالي. المركز السادس، بنت صوغان لاسمه شيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها خليفة بن سلطان بن رشيد في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. المركز السابع، هجن العاصفة تقدم الشاهينية، يضمرها غياث الهلالي. المركز الثامن، هذه الشاهينية من هجن سيح السلم، يضمرها عبد الله بن ثعيلب الهايري. المركز التاسع، الشاهينية من هجن العاصفة، يضمرها غياث الهلالي. والمركز العاشر، الشاهينية من هجن الرياسة، يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري اللي هي شواهين في هذا الاندفاع والانطلاق. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة التي تنطلق في هذا الشوط في أمسية هذه الليلة، مع الثنايا، مع تحديات الثنايا، مع تحديات هذه الانطلاقة في هذا الاندفاع. اليوم التاسع أو الثامن على التوالي، اليوم التاسع على التوالي ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي فزاع حفظ الله ورعاه بهذا التجمع الخليجي، بهذا التجمع الجميل الذي يحمل كل ما هو رائع وجميل اللي تعودوا عليه ملاك الهجن، بل الجماهير محبي هذه الرياضة بالتحديات والانطلاقات. وهذا الملتقى الشيق، عودة بعد العشر المراكز، عودة إلى المراكز الأولى لنتعرف، لنتابع تبادل المراكز والتغييرات. الشاهينية من هجن العاصفة، مؤسسة هجن العاصفة تتقدم على المركز الأول في هذا المسار. العاصفة وهجنها في هذا الانطلاق. الهلالي غياث يقدم هجن العاصفة. المركز الثاني، هملولة بالشعار الأحمر، يتواجد ظافر المضمرين مع شعار هجن الرياسة. المركز الثالث، الشاهينية من هجن العاصفة،
يضمرها غياث الهلالي. المركز الرابع عندك يا بن مروشد سعيد، دومه دومه دومه، هجن سيح السلم سعيد بن عبيد بن مروشد، وهجن العاصفة تتقدم على المركز الخامس والسادس بالشاهينية والشاهينية. غياث الهلالي في عملية التضمير سابع المراكز. هذه بن صوغان لاسمه شيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، خليفة بن سلطان بن رشيد عاشق السلال الشاهينية يتقدم في التضمير. المركز الثامن مع عبد الله بن ثعيل بالهايري بشعار هجن السيح السلم وهي اسمها الشاهينية وموقعها المركز الثامن. المركز التاسع هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي، والمركز العاشر هناك شواهين من هجن الرياسة يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون. إذاعتنا الثانية وتحدياتنا في العشر المراكز الأولى، في العشر المراكز الأولى في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل، الاندفاع الرائع مع هذه الأسماء، مع الثنايا، مع سن الثنايا، مع هذه الانطلاقات. أشوف العشر المراكز اللي انتهى ندها الثاني، وأعود مرة ثانية، أعود بعد ما انتصفنا المسافة، بعد ما غادرنا الأربعة كيلومترات في هذا الانطلاق والاندفاع. هجن العاصفة تتقدم وتصدر قائمة هذا الشوط، تندفع بالمركز الأول. هذه هجن العاصفة، هجن الشتاء والصيف، نواميس تمسيها، نواميس تصبحها. هذه هجن العاصفة على مقدمة الشوط. ياتي غياث الهلالي يقدم الشاهينية على المقدمة والشاهينية على المركز الثاني. المركز الثالث هملولة من هجن الرياسة يقودها مضمر علي بن يمية اللوهيبي يتقدم في هذه اللحظات. المركز الرابع الشاهينية من هجن العاصفة مع تضمير غياث الهلالي. الخامس الشاهينية من هجن سيح السلم عبد الله بن ثعيل بالهايري يتولى عملية التضمير. وصول في هذه اللحظات أو تواجد من البداية وليس وصول في هذه اللحظة، تواجد من بن صوغان في التنافس وفي الأثارة، وتعود ملكيتها لاسمه شيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها خليفة بن سلطان بن رشيد مكانها المركز السادس. المركز السابع والثامن الشاهينية والشاهينية من هجن العاصفة تضمير غياث الهلالي. المركز التاسع من تاتي في تاسع المراكز دومة من هجن سيح السلم سعيد بن عبيد بن مروشد. والمركز العاشر شواهين ولا الشاهينية؟ بنشوف هناك شواهين من هجن الرياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون. خلاص النداء الثالث، ثالث مرة ندانا للعشر، وخلاص يا العشر بنروح مع المراكز الأولى، مع المراكز المتقاربة في هذا الانطلاق، مع الالتفاف الأخير الجميل الذي يأتي في هذا الميدان ويأتي في كل مكان بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. مع هذا الانطلاق والشاهينية من هجن العاصفة على رأس حربة هذا الشوط تتقدم بالمركز الأول، والشاهينية على المركز الثاني، هجن العاصفة على المركز الثالث. ثلاثية عاصفية دائما مزعمات ومطليات الروس بالشامي العتيج، مهمهن ومكابرات مبلريج ويبسري. هجن العواصف عاصفات، والعاصفة عصف وحريج، كاسات ولا مهندات معهن يروحن في الطريج. هذه هجن العاصفة مشاهدين العزاء دائما وابدا بهذه الانطلاقات وبهذه الانجازات والتحديات الجميلة. الهلالي يتابع ثلاثية هذا الشوط في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق الجميل.
في هذا الانطلاق والاندفاع بن ثعلب الهايري. شوف الهايري بن ثعلب اللي يقدم الشاهينية بشعار هجن سيح السلام على رابع المراكز، هاملولة هاملولة بشعار هجن الرياسة الظافر علي بن يمي اللوهيبي. المركز الرابع السادس وصلت بنت صوغان لاسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد. يتقدم في هذه الانطلاقات، يتقدم في هذه التحديات. شوف الرقص ما شاء الله الثنايا، شوف رقص الثنايا، لوحة الإعلان تتقدم. تابع يا متابع، تابع، شوف 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 شوف، روح يا أبو حمد روح بعد لوحة الإعلان بهذا الانطلاق والاندفاع. الكيلو الأخير في هذه الأجواء، شوف رقص الأصايل في هذه الأجواء، جو جميل للغاية، يعطي الكثير والكثير من الانطلاقات، من التحديات، من المشاعر الجميلة، من المتابعة في هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة الميادين، الشاهينية والشاهينية يتقدمن، يتسيدن مسار الشوط، هجن العاصفة، هجن العاصفة، هجن العاصفة على المركز الأول، مسيطرة على مقدمة الشوط، والمركز الثالث الشاهينية من هجن سيح السلام، هجن العاصفة في المركز الرابع والخامس كذلك. بهذا الاندفاع صدرت الأوامر، حرك يا محرك، جاوز يا مجاوز، ال 400 متر الأخيرة الأخيرة الأخيرة، هجن العاصفة الشاهينية انطلقت في الأمتار الأخيرة، والمركز الثاني الشاهينية، هجن سيح السلام، روح يا الهايري روح، ولكن هجن العاصفة ما شاء الله، الشاهينية في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق، العاصفة وهجنها على المقدمة. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم فزاع على الفوز بالمركز الأول والثاني الشاهينية. شكرا 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 غياث الهلالي على الثلاثية، الشاهينية هجن العاصفة، المركز الرابع الشاهينية من هجن سيح السلام، والمركز الخامس الشاهينية من هجن العاصفة. التوقيت الزمني على شاشة التلفزيون، نعود له مع مخرجنا عبد الله وادي وزملائه المتواجدين في شاشة دبي ريسنج. التوقيت الزمني بنشوف في هذه الأثار الحاضرة 12 دقيقة 33 ثانية جزئين من الثانية، هذه الشاهينية من هجن العاصفة. تهانينا والناموس على هذا الفوز، شكرا غياث الهلالي. المركز الثاني أيضا هجن العاصفة، لكن بنشوف التوقيت 12 دقيقة 34 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس في هذا الانطلاق لهجن العاصفة، تهاني غياث الهلالي. المركز الثالث، ثالث المراكز 12 دقيقة و 12 دقيقة 35 بالوفاء والتمام، تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي.